الرسم بالنسبة لبانكوبا هو عبارة عن هواية وعبارة عن وسيلة للتنقية للذات. أنا أمارسها فقط لتساعدني حتى أوصل للنتيجة اللي أنا أبحث عنها، اللي هي كوني معمارية، وكون العمارة بالنسبة لي هي الشغف، وهي كل شيء أفكر به، وهي همي اليومي، وهي شغلي. بالوقت اللي الرسم هو عامل مساعد، يعني كل اللي يعطيني عن الرسم هو عبارة عن التواصل ويا الذات، التواصل على التعبير عن الذات. ممكن أنه حالات تمر بالإنسان اللي يحتاج أنه يعبر عنها، متنفس، اللي تساعد على التواصل اليومي، تساعد على العيش اليومي. الفكرة أنه ماكو متلقي، يعني بهذا الكونتكس كله ماكو أي حد يتلقى، ماكو أي حد قاعد وياه ينتظر النتيجة الحتمية من الرسم. هذا الشيء أثر على طريقة الرسم نفسها. فالتعبير من اللوحة اللي أنا أرسمها هي عبارة عن الباك جراوند اللي هو يمثل كل الأحداث اللي تصير بحياة الآدمي أو الإنسان، مستمد منه الشكل الفورم الأخير اللي يوصل، اللي هو الفور جراوند. الفور جراوند هو عبارة عن تلاحم كامل between the background and foreground. هذا التلاحم وعدم الانفصال هي عبارة عن حالة تمر بالإنسان. التعبير عن هاي الحالة موجودة بلوحاتي، وأكيد يعني أي حد يتفرج على اللوحات رح يعرفها. عدم الفصل وهذا التقارب بين الاثنين هو عبارة عن التعبير عن الحالة اللي تمر بيها. الشكل الفورم المتأتي الناتج عن هاي الحالة هو شكل حوار داخلي، عبارة عن 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 فورم داخلي اللي أريد أوصلها للمتلقي، هو أنه الحالة اللي تتمر بيها بذيك اللحظة. إذا هو اكتشفها من اللوحة معناه أنه اللوحة هي عبارة عن embedded feeling، أو فد تعبير موجود باللوحة ممكن أنه واحد يتلقاه لحظة ما يشوفه. الحوار الداخلي ما تحتاج له وجه، ما تحتاج له ملابس. الحوار الداخلي هو عبارة عن تعرية كاملة للشخص الإنسان. من توصل لهالفكرة تشوف اللوحات اللي موجودة واللي أنا أرسمها هي عبارة عن شكل مجرد من أي وسيلة للتعبير عن الخارج. ماكو عيون، ماكو شفايف، ماكو أنوف، ماكو تشكيلة كاملة للوجه، أكو مجرد تعبير عن حالة داخلية. وهذا اللي أريد أوصله ببساطة. أريد أنطي المتنفس اللي أنا يعني في حالة حزن، أريد اللي يشوفه يعرف حالة الحزن اللي أنا أمر بيها. فكرة الأنثى موجودة بلوحاتي بصورة كبيرة. أنا مولعة بالانحناءات. الشكل المنحني سواء بالعمارة أو سواء بالرسم هو بالنسبة لي obsession، ما أقدر أطلع منه. فمنها تشوف اللوحات كلها موجودة عبارة عن كيرفات. اللون بالنسبة لي هو مجرد again وسيلة للتعبير. ما أعتبر نفسي ناضجة لونيا، كلها عبارة عن محاولات إلى أن أوصل للنتيجة اللي أنا أريدها. اللون مكمل. البيسك ايم از ذا فورم. وبالنسبة لي اللون مثل التكستشر بالعمارة، مثل الماتيريالز، أشياء مكملة. بس ما يعني أنه الانطباع الأول اللي يأخذ المتلقي عن اللوحة ماتي هو لونها. ومثل ما ميس فاندرو رائد العمارة الحديثة يقول the form follows function، بالنسبة لي اللون يتبع الشكل بالرسم. حالياً أنا مستمتعة بفكرة أنه أخبط 7 ألوان together بدون ما أكون distracted أو مشوشة. اللون خطر بالنسبة لي وأنا متخوفة جداً منه. يعني طبعاً لا تخفى على أي واحد يشوف ألواني، أكيد الأزرق هو اللون المسيطر على حياتي وعلى مشاعري وعلى كانوا يفكرون بالفكرة اللونية أنه بيكاسو مر بالمرحلة الزرقاء. أنا يعني بالنسبة لي كلها مرحلة زرقاء، يعني ماكو مرحلة غير لونية، دائماً زرقاء. فانكوفر وبغداد، الالتقاء بيناتهم والحس، المدينتين بها حس رائع.
حس جمالي رائع، وذا حيوية الألوان الموجودة في فانكوفر أو حيوية العيشة ببغداد. بغداد ما تركتني من أين تركتها وعاشت بداخلي. سويت سيريز أو سلسلة من اللوحات اللي مأخوذة عن فكرة بغداد، مستمدة من فكرة أنه تأخذ صورة بغداد من الأعلى، والتكوينات اللي أنا أرسمها اللي عبارة عن نسائي مخلوطة بالشوارع مال بغداد. كمية الأحاسيس اللي حسيتها أنا وإذا أرسم هاي اللوحات كانت حقيقة مؤذية. مو سهل واحد يرجع للمكان اللي قلبه مربوط به، مو سهل. الفن هو عبارة عن وجه الآخر إلي. هواية من الناس، حضور المعرض اللي سويته قبل أسبوع، كثير من الناس اللي هم زملائي بالعمل حضروا وكانوا متفاجئين أنه موجود كل هذا الأعمال موجودة، لأن ببساطة يومي هو عبارة عن يوم إنسانة تشتغل كمعمارية، ماكو أحد بهم يتوقع أنه أكو مجال فني. فتقديمي للفن هو عبارة عن تعبيري عن الوجه الآخر لي. قدمت مجموعة من الأعمال اللي تحتوي على كتابات، اللي هي كتاباتي أو أسميها شخابيطي، اللي هي يعني مجموعة دودلينج، الكلمات اللي أنا أحب أكتبها. الكتابة أجين تعبير بالنسبة لي، وأستعمل القلم عدة مرات، خلينا نقول بالشهر مرة من المرات. فكرت أنه أجمعهم ذول الأوراق أحطهم كباكراوند، واللي هي أجين هي العوامل المؤثرة علي وواحدة من التأثيرات، وكانت سلسلة ناجحة. ما استخدام الحرف أنا بعيدة عنه بالرسم، لا لشيء، لأنه هو صريح جدا، والتعبير عنه يمكن ما يكون شكلي فقط وإنما مضمون. أحاول أبتعد عن هذا، لأنه الفن كشكل أعتقد معبر كافي. طبعاً دراستي كانت بيسكلي للعمارة، دراسة معمارية، حصلت ماجستير بالمعمارية وعادلتها بكندا واشتغلت كمعمارية. الرسم اعتبرته دائماً عبارة عن عامل مكمل، عبارة عن موهبة ممكن أنميها بمجموعة كورسات هنا وهنانا، بس ما أخذتها جديات إلى الدرجة اللي أدرسها أكاديمياً. أعتقد الدراسة الأكاديمية ممكن تأثر على القابلية التلقائية على التعبير. المعارض الشخصية اللي يعني أعتبرها شخصية تقريباً ثلاثة، بس عندي مساهمات هواية. المعرض الشخصي الأول كان ببغداد، المعرض الثاني كان بدبي، وهذا أعتبره المعرض الثالث. مساهماتي عندي هواية، سواء بعمان، بدبي، بأبوظبي، بسان فرانسيسكو، بأمريكا، بميامي بأمريكا، بمونتريال هنا. أنا يعني عندي مشاركات هواية، بس معارض شخصية هي ثلاثة. المعرض الأخير اسمه Integration of a Woman، اللي هو تكامل امرأة، اللي أقمته بفانكوفر قبل أسبوع. الحضور كان لا بأس به، يعني هواية ساندوني هواية حضروا المعرض، وهو عبارة عن تعريف عن كل، أعتبر كل لوحة هي جزء من التكامل الأنثوي اللي أنا داري أعبر عنه.